بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غتسمعوا الدكتور الفايد كيقولنا بأن كيحاول باش يلقى لنا الدواء للهندية أو الصبار أو التين الشوكي من الحشرة القرموزية. هو كيحاول إلى لقى له الدواء للحشرة القرموزية. هذا العمل يكفي، هذا هي العبادة، وإلا فلا، غادي يضمن له الجنة وغيحتج بها على الله وغيدخل جنات عدن وجنات الفردوس. الفردوس عرفتي شنو هي؟ راه الفردوس الأعلى، وغيدخلها رغم أنف الناس اللي كرهوه واللي ضده ولا كل شيء. سمعوا شنو قال الدكتور الفايد في هذا الفيديو، وسمعوا شنو قالوا المشايخ في هذا الموضوع كذلك، ولكم الحكم في الأخير ان شاء الله. غادي يخرج بلاغ، وفي نفس الوقت غنعطيكم الحل للحشره القرمزيه كذلك. سنخدم هذا البلد، هذا الوطن، نحن سنعمل، هذه هي العباده. الى عالجنا التين الشوكي واكل الناس، غادي نجمع واحد الاجر، غادي يجعلنا في ديك جنات عدن وجنات الفردوس وجنات ان شاء الله غندخلوا ليها. رغم ان في هذو اللي كفرونا غادي ندخلوا ليها. الى عالجت غير التين الشوكي اللي ياكل الناس ان شاء الله، هذا العمل، هذا العمل غادي نحاج به الله سبحانه وتعالى، لانه عمل صالح. هذه هي العباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احد الجنه بعمله اي ثمنا. قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. وضحت؟ دخول الجنه عند الله عز وجل برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ليس بعملك، يعني لا أحد يدخل الجنة بعمله. قال: نعم. ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك يدخل من على الباب برحمة الله. أما الاقتسام والدرجات العلى هي بالأعمال، هي بالأعمال. ولذلك لما قيل لعثمان رضي الله عنه: ما هي الراحة عندك؟ يعني متى تشعر بالراحة؟ قال: عندما أرى قدم اليسرى بجوار قدم اليمنى داخل عتبة الجنة. تمام، هنا الراحة. قصة طريفة ونافعة جدا، أن رجلا من بني إسرائيل كان عابدا، فيأمر الله به يوم القيامة، يقول: أدخله الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي عملي، أنا ما عندي خرابيط، ما عندي شيء، طول عمري بعبادة وراهب بصومعة، ليش برحمتك هالفقارة المساكينة أهل المعاصي وكذا، أنا ما عندي معاصي. قال: بل بعملي. فيقول الله تبارك وتعالى: أحصوا عليه عمله. فيحصون عليه عمله فلا يوازي نعمة النظر. فيقول: يا رب رحمتك. فيقول: أدخلوه الجنة برحمتي. يعني تأدب. نعم. فالقصد أن الجنة ليست ثمنا، ولذلك أنت الآن لما تشتري مثلا خبز، مثلا تعطيه 100 فلس، تقول: أعطني خبزا ب100. فالخبز يساوي 100، فهذا يسمونه معاوضة، شيء بيقابل شيء. لكن الجنة ثمنها وايد 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 أغلى من اللي قاعد نسويه حنا. كل أعمالنا ما توفي الجنة. فإذاك الله تبارك يدخلنا الجنة بسبب أعمالنا لا بثمن أعمالنا. فأعمالنا سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لدخول الجنة. ولذلك يقول: هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أن سيئاتنا أكثر من حسناتنا؟ لا، لكن المقصود أن حسناتنا مهما بلغت لا تساوي الجنة، هذا المقصود، حتى لو لم يكن معصوم. ذاك يذكرون حتى النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجيه عمله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل ذلك على أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة والولاية فإنه لن ينجو بعمله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله من عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما أنجاه عمله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني لن ينجو من النار بعمله، وذلك لأن العمل لا يبلغ ما يجب لله عز وجل من الشكر وما يجب له على عباده من الحقوق، ولكن يتغمد الله سبحانه وتعالى المرء برحمته فيغفر له. فلما قال هكذا: لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. فإن قال قائل: هناك نصوص
من الكتاب والسنة تدل على أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الجنة، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكيف يجمع بين هذا وبين الحديث الذي سمعناه؟ والجواب عن ذلك أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دخول الإنسان العمل، دخول الإنسان الجنة بالعمل أي في المقابلة، أما المثبت فهو أن العمل سبب وليس عوضا. فالعمل لا شك أنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لكنه ليس هو العوض وليس وحده. الذي عمل من الأعمال الصالحة لا تعجب بعملك، عملك قليل بالنسبة لحق الله عليك. وفيه أيضا من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الله دائما من السؤال بأن يتغمده الله برحمته أكثر من هذا. والله أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يقول: كيف نجمع ونوفق بين قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ بالنسبة لدخول الجنة، نقول لدخول الجنة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤاخذ العباد من جهة أصل المؤاخذة في ذلك، وهو أن الله عز وجل يؤاخذهم سبحانه وتعالى بما أعطاهم من نعيم في الدنيا وما رزقهم الله عز وجل، فإنهم يقصرون عن شكر الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في كتاب المسند أنه قال: لو أن رجلا سجد من ولادته إلى قيام الساعة لاحتقر ذلك يوم القيامة. يعني أنه لو بقي ساجدا لله جل وعلا متعبدا من أول الدنيا إلى آخرها ثم جاء يوم القيامة لاحتقر عبادته عند الله عز وجل. والسبب في ذلك أنه رأى من عظمة الله وعظمة نعيمه وما أعطاه وهيأ له من خير وكفاه من شرور ما يستوجب ما هو أعظم من ذلك، ثم أيضا رأى من عظمة الله جل وعلا مما كان خافيا أو غافلا عنه، فرأى من عظمته ما يستوجب العبادة ولو لم يكن للإنسان في ذلك شيء يقابله ذلك من رزق وكفاية، وإن كان الرزق والكفاية من مقتضى ربوبية الله جل وعلا فإنه يكفي العبادة سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين أو كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. ما يتعلق بمسألة رحمة الله جل وعلا، الله عز وجل يدرك المؤمنين برحمته، وأما الكافرين فإن الله عز وجل قد كتب عليهم العذاب. وأما في قوله أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، نقول: لا يدخل بعمله مجردا إذا وزن بحق الله عليه، لأن حق الله عز وجل أعظم من ذلك، فهي لا يوازي شيئا كما تقدم الإشارة إليه. وأما بالنسبة إذا تحقق رحمة الله جل وعلا له، فلا بد حينئذ من ورود عمل يدخله الجنة، فإذا ورد عمل فإنه يدفع في ذلك إلى دخول الجنة، وهذا عام لجميع المكلفين، والله أعلم.